صباح الخير عليكم، معكم بروك. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. انا الحمد لله اليوم راني صافا، مالغري مانيش نقدر الليل اللي كامل نقدر عييت مع بنتي مع لي في بليزور فوا، ما عندي ما نحكي لكم. مي الحمد لله اوما واحد يبدا لا سيمين تاعو بالايجابيه، توجو نحب انايا واحد يبدا بالايجابيه، ونحب نلحق لكم هذيك الطاقة الإيجابية باش هكا أموان واحد يبدأ لا سيمان تاعو مليحة إن شاء الله يا ربي. اليوم إن شاء الله البنات راني حنحاول نديلكم أم تي فلوك، يعني نهاري كيفاش ندوزو. كيما اليوم هاديك راني بديتهولكم لا فيديو، بديتهالكم من خدمة، ما بديتهالكمش من الدار، يعني خرجت يا مزروبة أون بليس ما كنتش في داري، كنت في دارنا. سي بوغ سا أون فوا لحقت لو بيرو تاعي قلت بوركوا با نديرلكم تي فلوك هكا، نبدلو شويه يعني نخرجوا على هذيك لا كويزين. راكم تعرفوا غير الكوزينه والشغل، كيما انا دوكا هذيك نقصوا عليا، نقصت عليا شويه لا شارج تاع الدار بيسك دوكا وليت خدمتي. سي ما دوزيام سيمين هذه ان شاء الله الا كتب ربي. سي بوغ سا حسيت شويه لا شارج تاع الدار خرج نقصت عليا، ماشي كيما كنت في الدار اوبليجي توجور فطور عشاء عشاء، يعني شويه دوكا كندير غير العشاء بيسك الزوج خدام يفطر برا وانايا تاني. قلت لكم دي فوا ندي معايا، مي ابار سا الحمد لله. اون توكا البنات انا دوكا هاديك نبدا شويه خدمتي باش هكا اموان نقص شويه، باسكو على بالي عندي خدمه راهي تسنى فيا. اون بليس الخميس انا ما خدمتهاش، سي بوغ سا دوكا على بالي دوكا طيح لي شويه على شارج، معليش نقص شويه هكذا ونعاود نولي لكم ان شاء الله من بعد. هكا نصورو شويه شويه هكا البنات، هايا من بعد ان شاء الله. وهنا البنات اون فوا دخلت للدار يعني درنا شويه قضيه في الطريق، واش كان خاصني حاجه خفيفه ماشي حاجه شويه خضره راكم تعرفوا، سورتو واحد كيدير بروغرام تاعو وشي طيب يعني تخصك تخصك عفسه. هنا دخلنا جات معايا اختي بيان سور، ودوكا تيك انا قبل يعني قبل ما نتقهوى كلش نروح ندي بريم بدل حوايجي راكم تعرفوا، نريح اوموان شويه هكذايا. من بعد بيان سور نحط كل حاجه في بلاصتها باش اوضوا من داك نلقى كل حاجه ما نقعدش ندور ونحوس عليها. لازم واحد ينظم روحو كل حاجه يرجعها في بلاصتها باش هكا كي يحوس عليها يلقاها وما نضيعوش وقتنا، سورتو الوحده عامله كيما حنا نكونو خدامين راكم تعرفوا كيفاش. وهنايا نبارطاجي معكم يعني شيت حاجه خفيفه كيما قلت لكم، ماشي قضيه نتاع شهر ولا جوست، واش كان خاصني برك هذا ما كان كيما الياغورت لي ما لازمش يغيب كامل على الدار، سواء الفلون سواء الياغورت سواء لي فرماج، هادو كل يوم اشاك فوا نشروهم لازم يكونوا في الدار، سورتو لي عندهم دراري صغار راكم تعرفوا كيفاش باش او موا نولفوا لهم. وتاني الكاليسيوم انا وحده لازم يكون ياخذ في الدار باسكو ناكلو بزاف سورتو في الليل قبل ما نرقد، هذه يعني تقريبا يوميا نديرها. وكما راكم تشوفوا المشتريات عاديه، قضينا شويه خضره كيما الحشيش معدنوس راكم تعرفوا هاد الصوالح. اليوم ان شاء الله عولت ندير الشوربه بيز كان حال بارد كما شفتوا، اون بليس مغيم كي دخل خريف دخل بارد هاد العام، ودخل حسينا له تمتم موالفين يطول شويه يعني باش تبرد الحاله وكلش. مي كيما هاد المره دخل على البكري، وهنا شيت كيما هاد لو غاتو البريفيري تاعي تاع الزمان كنا ناكلوه كامل كي كنا صغار كامل نجزنا عليه، يعني ما كاش وحده ما كلاتو ما داقتو، بزاف بنين. انا اشاك فوا نلقاه نشريه، يعني هادي كيما نقول لازم يكون في الدار هو تاني، ولا كيما نقولوا حنا العائله بيان سور هادو ما تاع ايزيس فيسال لي ساك بوبل حشاكم واسمو لي برودوي تاع السانيتير لي كانوا خاصيني حاجه خفيفه هكذايا، ولينا درناهم هادو كامل لي زاشا في الطريق قلت لكم توجور نديرهم قبل ما ندخل. بيان سور درت لا ليست تاعي واش كان خاصني باش هكا ما نشريش حاجه بزياده. ودوكا البنات انا نوجد القهوه تاعي، نس قهوه نقعد راسي انا واختي بيان سي الزوج تاعي، ونولي لكم ان شاء الله من بعد باش نحضروا مع بعض العشاء، ونزيدوا بالك ندير تانيك اون سالاد، وبيان سي نحضر كشانغاتو هكذا القهوه تاع الصباح بيسك ما كان عندي والو في الدار. كيما قلت لكم انا توجور ندير لا ليست تاعي تاع الطياب واش راني حابه نوجد في هذيك السمانه، يعني كي نكون حابه نطيب كاش ان بلا ولا نديرلو توجور حسابو على الافونس كيما اليوم، يعني من قبل كيما اليوم باش وليت لداري بويسك ما كنتش في داري كنت في دارنا، شغل تبعت هذوك الايامات بنتي وين تكون نكون انايا، وهاد المره خليتها هي في دارنا وجيت انايا.
ما كفانيش الحال بيسك انا نخدم في اجي سونتر وما كاش كيفاش وين نخليها تعرفوا سخطو وحده كي ما تلقاش وين تحط ولادها ولا يعني حلال و سي با فاسيل ولا ما سهله وسورتو سورتو الوحده اللي موسوسه كيما انا ولا تخاف على يعني على سواء بنتها ولا وليدها بزاف. انا ما نكذبش عليكم سواء لي نوريس ولا ما نقدرش نخليها عند نابورت لي كي يعني هكا برك عند الناس ما نعرفهمش ولا ما قدرتش الوغ جو بريفير تكون في دارنا او موا على بالي بلي راهي اون سيكوريتي ويتهلاو فيها خير من اللي نتهلاو فيها انا. هذه الحاجه اكيده منها. سينو هنايا نوجدوا العشاء تاعنا قلت لكم اليوم ان شاء الله لكتب ربي حنوجد شوربه بيسك كان حل بارد شوربه تاع فيرميسال بيسك ما كانش عندي الفريك خلاص لي من رمضان خلاص لي الفريك وما عاودش كامل شريته والشوربه عندي بزاف بزاف ما حضرتهاش يعني من رمضان ما زدتش كامل حضرت الشوربه واليوم بيسك كان حل بارد قلت يلا نسبق بها هي نديرها بيان سور راهو درتها لكم ديجا بليزور فوا ماشي مره ولا زوج في القناه يسوفي جوست تحوسوا عليها في لي فيديو تلقاوها وانا توجور الشوربه تاعي كيما عودتكم ندير شوربه الونسيان يعني تاع زمان تاع بالكسكاس والطوماطيش نديرها في الكسكاس ما نحبش انا الشوربه تاع الكوكوطه سييتها ما نكذبش عليكم ونورمالمون وريتها لكم في لا فيديو كيما قلت لكم ندير شوربه تاع زمان ما نحبش نبدل العروسات تاعي يعني والفتها مالغري سييت تاع الكوكوطه سييت هذيك اكسبريس ولا ما نعرفش يسموها ما نكذبش عليكم ما قناتنيش سوا في لوغو تاعها ولا في يعني في طريقه التحضير تاعها سختو هذيك تاع الكوكوطه تاع جري 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 وخلي كوكوطات كما قال نو ما قناتنيش كوكوطه بوتيتر الجوازات ولا اللوبيا ولا وي جو سوي داكور مي كيما الشوربه ولا لي سوب ولا بو موا ماشي حاجه تاع كوكوطه هاد الحاجه وبيان سور كل واحد ورايه خاص في هاد الحاجه يعني هذا رايي خاص انايا وحرة فيه وكل واحد كيما يحب كاين اللي يحب تشيزي كوكوطا وكاين اللي ما يحبش تشيزيها وانا جو سو راني من الناس اللي ما نتشيزيهاش بزاف نتشيزيها غارمو كي ندير حبوب اليابسه كيما اللوبيا ولا هذيك حاجه باينه مي كيما الشوربه ولا لي سوب ولا ميم جوازات نيفيتيها ما نكذبش عليكم نحب انايا الماكله كي تتقلى الماكله كاع انا بو موا لازم تتقلى باسكو البنه تاعها كامل في التقليان وهذه هي هذا رايي قلت لكم وكل واحد حر بيان سور توجور نقولها لكم البنات كل واحد حر في طيابه حر في تخمامه حر في تصرفاته يعني كيما واش حبيت نقول لكم كونوا على طبيعتكم تو سامبلومون وهذه هي واحد ما كيما قال ما يواسي على واحد انا نوريكم طريقتي وكما قال الباقي ربي سهل هذه هي سينو اللي حبت لاوسات تلقاها في القناه يعني اين فوا قليت الشوربه ديالي مليح حطيت بيان سور قليت ميم الخضره ديالي معها دوكا تكمرقت لها درت لها لي زيبيس بيان سور ودرت لي طوماط كما راكم تشوفوا في الكسكاس ونخليها طيب ليها هكذا وهذيك لي طوماط يطيبوا بلا فابور تاع يعني تاع الشوربه وتخرج بزاف بزاف بنينه ودوكاتيك اون فوا حطينا العشاء تاعنا يطيب ودرت ميم لو ري ديسيديت ندير سالاد دو ري تاني هكا كوم دوزيام هكا حاجه كيما نقولوا خفيفه ظريفه درت الروس تاعي تغلى ودوكاتيك جست ندير موسكوتشو نورمالمون ندير موسكوتشو حاجه خفيفه بزوج حبات بيض ويخرج لي بزاف بزاف بنين ونديرو ان شاء الله بالكاكاو بيسك الشوربه تاعي طيب كل حاجه راهي واجده العشاء تاعي راهو يطيب بالعقل يعني دوكا واش قاعد لي الحوايج نشرتهم هذه هي البنات كي تكون مرا خدامه ما عندناش كامل الوقت يعني لازم غير ندخلوا للدار يسوفي نقعدوا بيان سور صلاتنا وكلش ومن بعد اذا دخلنا الكوزينه انا وحده اذا دخلت الكوزينه على بالي مانيش حنخرج منها حتى تقدروا تقولوا حتى المغرب ولا سا ديبو مور ما نغسل الماء نتاع العشاء باسكو الكوزينه تحكم لنا اليد كيما انا دخلت درت حوايجي تغسلو نشرتهم درت العشاء تاعي درتو يطيب مام الشلاضه تاع الورق قطعتها حطيتها دو كوتي ومن بعد غير نشبعها برك زدت سالاد دو غي راهي طيب لي الروز راهو يطيب ودوكا قلت ندير موسكوتشو باش هكا يوجد لي كل حاجه توجد لي كما قال في وقت واحد ويقعد لي غير المسح هذا ما كان نسيق كما قال نشاف خفيف ظريف هكا نجوز على الدار وخلاص كما قلت لكم ما كنت بيتها في داري ما انت لازم نجوز نشاف ولازم المراه كما نقولوا تكون ذكيه في الكوزينه نعم كيفاش تقولوا لي كيفاش تكون ذكيه في الكوزينه حتى في الكوزينه انا ما حتى في الكوزينه لازم تكون انتيليجون وعلى يعني كل حاجه ديلها وقتها وماشي تخدمي من ومن ك
كملتي جوا يعني تدوزي الماكله وكلش، غسلي هذوك مع اللي دوزنتي بيهم، جوزي على البلان دو ترافاي تاعك، من بعد جوزي لحاجه وخدو اخرى. وهي رايحه البنات، باسكو علاش لو كنخدموا كل حاجه على ضربه هاي حتخلط علينا، تولي كوزينه كامل محرحره، وما عندي ما نقول لكم انا هذه هي لا فاصون كيفاش نخدم. واللي حتخصني على المسكوتشو كنت ديجا بارطاجيتو معكم بليزور فوا، واش درت فيه؟ درت زوج حبات ولاد الدجاج، البيض اللي هما البيض، زوج حبات بيض، نص كاس سكر، نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الحليب، زوج مغارف كبار تاع الكاكاو، ونزيد ندير 11 مغرف كبير، بليتو عفوا 10 مغارف كبار تاع الفارينه، يعني المغرف اللي نخدم بها الكاكاو نكمل الفارينه، وباكي تاع الخميره ولافاني بيان سور، اللي حب تزيد تذوق تاع الفانيلا، وكل واحد وش يحب تذوق. انا درتو هنايا وشوكولا كيما راكم تشوفوا، ويجي بزاف بزاف بنين وخفيف، وهو في نفس الوقت يوجدكم تمتم، وفي نفس الوقت يعني اقتصادي، بزوج حبات بدي وسكوتشو مليح للدار. قلت لكم انا ما كان عندي والو للدار، قلت اوموا واحد كينو الصباح يلقى باش يسقى هو، هذه هي، وفي نفس الوقت باش ندي معايا للخدمه ديالي بوغ ايفيتي شويه هادو لي كواسون، يعني نسي نيفيتي فيهم الماكسيموم، الماكله تاع برا نسي نيفيتي الماكسيموم. ديجا انا حاجه تاع والو يعني ضرني، اون بليس ما نحبش ناكل على نابورت لو كي، مع زدت كما قالوا واحد زاد طاحت هذيك هي. وهنايا نضرب لو باتور، وكما راكم تشوفوا راني جربت معاكم هذا الـ هذا لو تروك اللي نخدم به، راح لي اسمه كيفاش نسميه المفيد، هذا ولا راح لي اسمه يا البنات ليسونسييل، هذا يا اللي كنت شريته في المشتريات السابقه ووريته لكم، قلت لكم خلصتو 15000 فينالمون، اللي افيكاس يعني بزاف بزاف هايل، ميم كي تخدموا به يخلي لكم بلون دو ترافاي تاعكم نقي بزاف. انا وحده كنت كي نخدم سورتو اذا درنا الكاكاو ولا ما عندي ما نقول لكم كيفاش يولي يطي، راكم تعرفوا الكاكاو يجي شويه خفيف مع اللي ضربي بالباتور يعني يدير لك الغبار باختو، مي كيما هذا ما يعني ما يحرحلكش كامل بلون دو ترافاي، يقعد لك مقي، ميم الخدمه تاعك تقعد مقيه، سورتو بور لي بانكيك بور لي كريب، سورتو لي كريب راكم تعرفوا يجيو شويه مايهين، يعني كي نديرو الفارينه تولي مزربعه باختو. يعني اللي مازال ما شاهدش هاديه غير نقول لكم شروها، باسكو بزاف بزاف هايله، مع الاول رهبتها شويه ما نكذبش عليكم، من بعد كي بديت نخدم بها نو ساهل، انا قلت كيفاش حيدور فيها الباتور كيفاش حنستعملها، مي فينالمون الي ايفيكاس، سورتو كي ندير لي كريب يعني حاجه مليحه انكم تغلقوه، و زعما حبينا نوجدوهم من الصباح تغلقوهم وتحطوهم في الفريجيدا. كيما راكم تشوفوا المسكوت خليته يريح هنا حوالي 10 دقائق يعني باش يخرج يعطي نتيجه احسن، وشوفوا يعني القوام تاع المسكوتشو كيفاش نحتاجوه، ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف، ويجي بزاف بزاف بنين. هذا المسكوتشو تاع 10 مغارف فارينو. وهنا حكمت لو مول تاعي بيان سور شعل تاع الفرنو باش هكا يكون لي سخون وما يطولش في الطياب، وقلت لكم حكمت لو مول كي العاده ندير له لا مارغارين والفارينو، والتزيين يبقى اختياري، تحبوا كي يطيب لكم ديروا له من الفوق الشوكولا، دوبوا الشوكولا اللي عندكم وديروها من الفوق، ولا تحبوا ديروا جوست المعجون ونوات كوكو، ولا تخلوه هكذا كيما خليته انا، انا تكون ندير له دوكا لي بيبيتو شوكولا وما نزيد له والو، نخلي هكذاك يعني ناشف، اللي حاب يدير له شوكولا ولا يعني كاين هذوك تاع الطل بلا ما ندير له كامل. وهذه هي، وحنستعمل هذه الشوكولا لي بيبيتو شوكولا، هاد لا مارك بزاف بزاف هايله، وعشاك فنهضر لكم عليها تاع فيجيكاو، جايه شوكولا نوار، مي هاديك شوكولا نوار اللي جايه بنينه ماشي مره، وسورتو في لي كاتو ولا في لي مادلان تعطيكم نتيجه ولا اروع، ويجو بزاف بنان. وحاجه المليحه اللي عجبتني فيها انها الدوب شوكولا تاعها الدوب، ماشي هاديك تقعد هي بصحك ما روحها، يعني كي تاكليها تعطيكم مذاق يعني ماشي بزاف بزاف بنين. هذه هي، وانا توجور كنشي هاد الباطا هادي نورمالمون خلصتها 16000، كنشيها توجور تشد لي شهر حتى شهر ونص، يعني في نفس الوقت راهي اقتصاديه. سينو البنات هذا هو العشاء اللي حضرناه مع بعض، اللي كانت شوربه فيرميسيل على الطريقه تاع الزمان اللي ما بدلت فيها حتى حاجه،
وزدت معها هذه شلاضه تاع ورق، شبعتها بالمايز والطون الويل تاع الزيت يعني، ولي كورنيشون، وتانيك البصل ولي طومات، وسلاط دو ري درت فيها كيف كيف لي طومات طون الويل ومايز ولي كورنيشون. هذا ما كان، ما درت لهاش المايونيز، خليتها يعني اللي حبي يدير لها يدير لها وحده، باش هكا من يعني ما خسرهاش كامل بلا مايونيز، كل واحد كيفاش يحب ياكلها. وهذه هي طابلتنا تاع العشاء البسيطه، والحمد لله يا ربي، ربي يدوم علينا هاد النعمه ويحفظها من الزوال يا رب. وكما قال واحد، شاهدكم في الجنه حبيباتي، حاجه تاع والو، نحضروا طابله تاعنا شابه بحاجه خفيفه ظريفه، خصتها غير كما قال حبيبات بورك، وخص رمضان معنا. هذا ما كان، نحسوا روحنا رانا في رمضان. سينو البنات، حنا نجوزو نتعشاو ان شاء الله، نولي لكم من بعد ان شاء الله. انا اين فوا طابلي الموسكوتشو حطيته في الطبسي عادي، وقلت لكم اللي حبت تزيين تاعها ديروا اختيار يعني تزيين اللي حبت كل وحده، واش ديروا الماجون بنوات كوكو ولا بالشوكولا، يعني نتوما واش تحبوا. انا فضلت اني نخليها هكذاك، ما ندير له والو، وكل واحد ياكلو كيما يحب، سواء بالمعجون ولا بالشوكولا الطل، يعني كل واحد كيفاش يحبوه. خليته انا هكذا ناشف، وكما راكم تشوفوا جا بزاف بزاف الشباب. الوغ لا لو غو تاعو ما عندي ما نقول لكم فيه، سورتو كي يكون الكاكاو من الذوق هذاك البنين، يعني اللي عنده الذوق تاعو بزاف بنين حيخرج لكم يعني بزاف بزاف بنين. وكما راكم تشوفوا فيه جا يعني ما شاء الله. وهنا بزاف اللي سقساوني قالوا لي باش تمسحي الرخامه تاعك، يعني باش راهي تبريي اشاك فوا هكذا، سوا هي سوا لا بلاكيت تاعي سوا لاوت كيف كيف، باسكو بيسك هما كيف كيف، مي سينو انا باش نمسح الرخامه تاعي ماشي بلي برودوي بزاف، ولا يعني ما لازم ما نخلطش فيها بزاف، ما نكذبش عليكم. اولا هذه رخامه جالاكسي، يعني النوع الجيد، على بالنا بلي جالاكسي غاليه كلش، مي هذه حاجه تاع الدوام، يعني ديروا حاجه غاليه تاع كما قال واحد افي، ماشي اللي نضلوا نبدلوا فيها. ولا انا نضل كيما تشوفوا دي فون نقطع فوقها ميم لا بيتزا، نقطعها هكذاك سخونه ونقطعها، ما يصرى لها والو، ما تنجرح، ما تخلي لي بلا يعني لي تراس تاع الكوتو، ني ريان ديتو والو. قلت لكم هذه الرخامه حره تاع جالاكسي، يعني النوع الجيد. هذه هي البنات، ماشي هذوك الرخامات اللي تجوزي عليهم موس ويولوا يبانوا مجروحين، ولا كيما يعني فيهم كيما نقولوا هكذا دي تراس هكا تاع الموس. لا لا البنات، سينو اللي سقساتني وحده قالت لي باش تمسحيها، نمسحها انايا بهذا لو برودوي بزاف بزاف هايل، اشاك فوا نوريه لكم، وريته لكم بليزيغ فوا، وقلت لكم نمسح به ميم الغبره، نون سيلمون يخلي ريحه بزاف شابه، وفي نفس الوقت يعطيكم اون بريونس للرخامه تاعكم، سواء لا بلاكات سواء لا اوت، بزاف هايل. ولو بري تاعو ماشي كامل غالي، شريتو 17000، يعني سا ديبون لي كارتي، مي سينو هو يدير 17000 البنات، وكاين اللي يبيعوه بالك قل، الله يعلم، مي انا توجور نشير بهاد لو بري. قلت لكم واش ندير، اون فوا نكمل خدمتي في الكوزينه، يعني غسلت كامل مياناتي، نحكم الرخامه تاعي واش ندير لها، ايزي تاع ماعن، وبيان سور الحبل نحكها هكا ابان باش نحي كامل السبك كي نخدم فوقها، ومن بعد نجوز بان شيفون، يعني نشفها كامل نمسحها مليح. وتوجور تسيبوني ندير سوا هذا امير نمسح به لا بلاكيت تاعي، باسكو علاش نو سالمو يعقم، وفي نفس الوقت يعطيني اون بريونس تانيك لا بلاكيت تاعي، ودي فوا نمسح به ميم الرخامه، مي سينو بوكو بلوس هذا فورس اكسبريس، هذايا بزاف هايل. اون فوا قلت لكم نخسر الرخامه تاعي عادي، ما نخافش عليها من الماء، ولا قلت لكم يعني جالاكسي ما تخافوهاش كامل، غسلوها كيما تحبوا، ومن بعد نمسحها بهدايا البرودوي. سينو لا بلاك كيف كيف نمسحها بامير، تعطيني بريونس بزاف شابه، سوا هي ولا بوغ لاوت تانيك. فوالا البنات، ان شاء الله كون جاوبت لكم على تساؤلاتكم، واللي عندها اسئله واحده اخرى ما تزيديش يعني سقسوني في الكومونتير ونجاوبكم. هذه هي البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، واذا عجبتكم ما تنساوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس باش اي فيديو جديد نحطه لكم يوصل لكم. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في نفسكم بزاف 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 بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو اخر. سلام.